مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة تتجدد فيها اللقاءات ضمن زدني علما، وتتجدد فيها كذلك المواضيع. من حلقة لأخرى نحاول أن نتواصل معكم بمواضيع لتروق للناس في مستوى أفق انتظارها وفي مستوى اقتراحاتها. وزدني علما عودكم في المدة الأخيرة أن يكون لصيق بمواضيع قريبة جدا إلى الأسرة إلى العائلة، وتكون هذه القضايا أحيانا من المسكوت عنه وإلا مش من المداولة كثيرا في بعض وسائل الإعلام. هكا علاش نحب نخوض بعض هذه القضايا، بعض هذه الشواغل، ونخوض بعض هذه المواضيع، عسى أن نقرب أكثر إلى الاهتمامات، إلى الشواغل، إلى المشاكل اللي أحيانا نتعرضوا لها في حياتنا اليومية، وعسى كذلك أنه نخفف من وطأة هذه القضايا، لأنه كيف نشخصوها نستطيع ونحاول جميعا أن نقلص من تداعياتها. فأهلا وسهلا بكم جميعا، تتواصلوا معنا سواء كان بالمشاهدة المباشرة وإلا تتواصلوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية للفيسبوك لزدني علما، وإلا عن طريق البريد الإلكتروني. تجمو تكونوا أيضا حاضرين معنا بالتليفون 74 621 607، يخليكم مباشرة معنا في زدني علما ومع كل الأساتذة الأجلاء اللي حاضرين معنا في الاستوديو، باش يجاوبوا على أسئلتكم وباش يشاركوكم تفاعلكم معنا في مختلف المواضيع. اليوم مش نقربوا أكثر إلى العائلة، مش نقربوا أكثر إلى الأسرة، مش نقربوا أكثر إلى رمز من رموز هذه الأسرة، إلى دعامة من دعائم هذه العائلة. من غيرهم هما مش ممكن أبدا الدنيا تكون منورة، لأنه بهم هما تتنور حياتنا، يتنور حضورنا في هذه الحياة. ربي فضلهمنا وربي إن شاء الله يبقيهم دائما بالخير وبالصحة في أسرهم وفي عائلاتهم. نتصور اللي انتم انتبهتوا للعناصر هذو هما اللي في العائلة، وهما اللي يربي، وهما اللي يكبروا، وهما اللي يسهروا على تربية أبنائهم، وهما اللي يضحي، وهما اللي يسعوا باش تنشأ العائلة في كنف الاستقرار والسعادة والوئام. ربي يفضلهم الوالدين كبار السن اللي احنا اليوم نهتم بهم في مستوى موضوع حلقتنا. رعاية المسن ورعاية كبار السن هي مواضيعنا اليوم اللي باش نطرقوها معاكم. كيفاش مشاهدينا الأعزاء نتعامل مع هذه الفئة، مع الوالدين؟ أحيانا فما مشاكل للوالدين في مستوى رعايتهم، في مستوى الاهتمام بهم. كيف تنشأ مشكلة المسن؟ شنية أثار التغيرات النفسية والصحية لكبار السن على العائلة وعلى الأسرة؟ هل نستطيع أن نخفف من وطأة هذه التغيرات اللي ممكن تطرأ عليهم بعد ما كبروا في السن؟ نجم نقلصوا من الأتعاب اللي تعبوها، ونجموش نحاولوا أنه تكون هذه الفئة فئة دائما في بؤبؤ العين كما هي دائما في صميم القلب. مشاهدينا الأعزاء، اليوم مش نهتم برعاية المسنين واقعا ومفترضا، وكيف يجب أن تكون هذه العلاقة. لأنه أحيانا نشوف في المجتمع وترى بعض الحالات وترى بعض كذلك المواقف اللي الإنسان يستغرب منها. أعجب بتقول الإنسان يوصل في يوم من الأيام أنه يتخلى عن هذه الفئة، عن كبار السن، عن والديه. نوصله في يوم من الأيام أن الإنسان يتخلى عن الناس اللي ربيته واللي كبرته واللي ضحات واللي سهرت الليالي الطويل باش يكون دائما الابن ولا البنت في أحسن حال. هذه بعض الأسئلة نطرحوها معكم، وتجمعوا أنتم تشاركونا مع الأساتذة الأجلاء اللي شرفونا بحضورهم اليوم في الاستوديو. الأستاذ أحمد أبو شحيمة، أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أخوي النوري، مرحبا بأخي الأستاذ عمر الملولي، مرحبا بحضرات المشاهدين الكرام. نتمنى أن تكون حصة الليلة فيها متعة وإفادة وإضافة، نستمد في ذلك العون من الله العلي القدير، ونسأله التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا بك أستاذ أحمد، أنت الحقيقة حاضر معنا في الاستوديو بالإجابة وكذلك بالإضافة، وتجمع تكونوا أيضا أسئلتكم موجودة في البرنامج وفي غير البرنامج في زدني علما في الفيسبوك. تجمع تكون أستاذ أحمد أيضا على ذمة المشاهدين باش تجاوب معنا مختلف الأسئلة. نعم، مرحبا بكل تساؤلاتهم واستفساراتهم، ونعدهم بأن نبذل قصارى جهدنا لإجابتهم بالإجابة العلمية الدقيقة المفهومة إن شاء الله. إن شاء الله ربي يوفقنا في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا يسعدنا أنه نلتقي الأستاذ عمر الملولي، مرحبا به، شرفنا بالحضور، مرحبا سي عمر. وبيك بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيتي إلى كل مشاهدينا عبر هذه القناة الفضائية المباركة قناة القلم. تحيتي إليك أخي نوري، وتحيتي إلى أستاذي سي أحمد، وإن شاء الله نقدم الإضافة المرجوة في هذه الحصة الطيبة إن شاء الله كما عودتنا إن شاء الله. ربنا يوفقنا جميعا. أستاذ عمر، أهلا وسهلا بمشاهدينا. قلنا أنه دائما منطلقاتنا في البرنامج تكون من الواقع، من بعض الصور اللي كيف تشوفها الإنسان ما ينجمش ما يتأثرش، لأنه إنسان إنسانيته تتجسم عقلا ووجدانا وعاطفة، وما فماش أكثر من الوالدين اللي حركوا المشاعر والعواطف. نتصور منكم أنتم كيف الإنسان يحكي على والديه، يقول ربي فضل لي والدي، واللي ربما فقد والديه ربي يرحمهم وربي إن شاء الله يسكنهم فراديس جنانه، ومع ذلك ما فماش أغلى في الدنيا من الوالدين. ولكن ساعات الظروف، ساعات الأوقات، ساعات بعض الأسباب، فما بعض العوامل قد تكون هذه العوامل المقبولة بالنسبة إلى البعض ولكنها غريبة جدا عن قيمنا وعن عاداتنا وعن ديننا وعن مجتمعنا، اللي لابد أنه يرعى هذه الفئة الرعاية اللازمة اللي يستحقها. لكن الصور اللي مش نشاهدوها الآن ساعات تفند هذا الكلام. خلينا نشوفوا هذه الصور وهذه الحكاية، حكاية امرأة ضحات من أجل صغارها، ولكن الأوقات والزمان خلينا عندها حكاية أخرى مع رحلة العمر. كانت هي في دويرتها ومربي زوز صغيرات سونيا وسامي. وقت اللي رباتهم صغار 7 أيام، عرست لهم وصلتهم في عزهم، هم مش صغار لا متبنيتهم، ورثين وموروثين. رباتهم وصلتهم قراتهم، طفل وصلته للسادس، الطفلة وصلتها للثالث ثانوي في عزها وهرتها لبس عليها. عرست لها مرضى على أول مرة كيف حشاك كيف عمات، هي في الدوش تدوش وجاها رجلها قال لها يرقي يا يرقي راهي سونيا تحت من الدروج تكسرت شهقة، كان شهقة لورك صور ضربها التنصية في عينيها، عمت بعويناتها الأولى الثانية عملت عليها العملية كملوا لها بيها، ما عادش تعرف هذا المرة الرويج اللي تحط ولا على كرسي بالهم. هيك هو من تولك بهذا وقت اللي جيت انا من القتاش، قلت لها خالتك وين؟ قالت لي هزيتها لاختها واني عند اخت. مشيت نجري دوبا جيت من خرقنا مشيت نجري، قلت لها جايبك لهنا؟ قالت لي اوكي سونيا جات من تجروين. ماني قلت لك عبالها الدبش وهزها في كاميون الدبش مرت وكل وخلوها الدار سقف وقاعه باش تتباع. ها بعث لاخته وقال لها بالراسك تحجموا نجي نعملوا حل. الحل شنو؟ باش يبيعوا الدار. مشيت نجري من هنا يا اختي جابك لهنا انت؟ ماني قلت لك ما تخرجش من الدار. قالت لي جيت نطل، كانت بسويقاتها تدخل للتواليتها وبفكرها ابرك من تو. قلت لها اسمعي قوم نهزك معايا سونيا، بالك ما تنيش قاعده جايبه دبيشات بالعاني وجايه نقوم بامي باش تطمنا باش كي تهزها ما نقولوش مش تهزها، على خاطرهاش الدار مكتوب اشتر باسمها ما تتباع الا ما يتباع اشتر الاخر، اشتر الاخر مكتوب على غياب عينها يلزمها لما تصحح هي. هيك علاش هزتها؟ قالت لي لا مش تقوم بيا سونيا. اوكي جابت دبشها، قلت لها ملاني بحذاك وقت اللي تحس حاجه ولا بحاجه نبعث لك سميه تجيبك ما نسلمش فيك يا خيراتك كنت. وسونيا بعد 7 شهور وهي خبت وجهها ما عادش توري وجهها، مشات دخلت للكوجينة هزتها باش تصحح لها في شطر الدار المكتوب باسمها على غياب عينها باش تصحح لهم باش يبيعوا الدار. صححت لهم على أني بعته لولدي باش يبيعوها الدار. كان العمل هكاك، باعوا الدار. وقت اللي باعوا الدار قسموا الفليسات. كلمت الطفل قلت له شحال أمك؟ ويني أمك؟ قال لي أمي خصتها أمي يطلع على السكر 5 جرادوات، نحولها دواء السكر، نحولها دواء الدم، نحولها الدوايات الكل طلع لها السكر. قلت له ما امك وين؟ قال لي امي في السبيطار. ما لا ليش على دم تشكون مخليها للسبيطار؟ جيب لي اختي.
قال لي خالتي تو حتى صح الطبيب ما حبش يصحح لي مريضه. قلت له شيء يجيبها لي نهزها في سنوني باش نخلي اختي تموت غادي، ما نخليهاش تموت غادي، والموت هذه ما نعرفوهاش عند شكون. ما مشات على سبيقاتها وجات بفكرها، جابها لي كل حقبة عصا سقيها هكا، اش تعرف السكر لا ورا تسو وجهها في حاله. قلت قعدت نخزر لها نلقى حطيتها جات على سقيها جات حطيتها تو 3 سنين. شاف الطبيب منا راه منا قال هذه كانت متروكه، هذه ما كانتش قايمين بها العباد. وهي مسيكنا لكلام نسلم، جاني قال لي راهي المراقة تجيبها. قلت له لين؟ قال لي ما على خاطر الشهرية. قلت له شهرية نمشي نقتل أختي تعطيها شهرية تاخذها فيدا، برا خذ الشهرية وخلي لي أختي. قلت له أنا أختي ما نعطيهاش، أنت كانت تمشي تشكي برجلي. قال لي لا كي أنت حبيت أختك بحذاك خير وخير. تنوريك قدامها كيفاش كانت كلاها السكر لا يوريك صور. شوف 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 قدامها هذوما كلاها من السكر. هذا شو هذا بكل تنحاو بالدوايه تولينا ندولها فيها ووقفنا لها هذا لاباس. قلت لها منيت يا اختي انا لو كان ولدي عمل لي عامله كيما هكا ننساه، وانتي ما جبتهمش ماكش ناسيتهم. قولي لا نحبهم حبهم تو تحبهم تو نروح فيهم. وعجايب يا دنيا عجايب وغرايب يا دنيا غرايب، وعجايب يا دنيا عجايب وغرايب يا دنيا غرايب. بالمال بيو بعضينا لا ما كانوش في دويرتهم، ما كانتش عندهم، ما كانتش عزة ولدها، ما كانتش عيننا من شيرتها. كل واحد يمشي لنهار وما نلوحوهاش عليه على هالقلب القاسي على خطر البياتها صارت عليها الليالي وبعت عليها النوم الغالي. وقول للناس اللي قلبهم فيه الحنان عمرهم ما يلوحوا والديهم، وعمرهم ما يلوحوا الوالدين اللي ربت وصارت الليالي وبعت النوم الغالي. والدنيا هذه راي وصخ وما يدوم فيها إلا وجه الله. فعلا الدنيا ما فيها ما يدوم إلا وجه الله. وأكيد كيف تشاهدوا الصور هذية القلوب تتأثر قبل ما يتأثر الدموع ربما في العينين. هك علاش احنا نعديه الصور، ولكن على يقين انه الكلمة احيانا ما تلقاهاش باش تعبر عن المواقف وتعبر عن ردود الفعل. كيف تشاهد بعض الصور الوالدين فما اغلى منهم، الوالدين فما اعز منهم، الوالدين تضحياتهم وسهرهم وتعبهم وحتى أخطائهم اللي أحيانا تقع زعمة نجموا احنا في يوم من الأيام نعدلوا كفة اللي قاموا به مع كفة المجهود اللي لزمنا احنا نعملوه من أجل مش إرجاع جميل، لا، وإنما على الأقل الاعتناء والرعاية بفئة وصانا عليها ربي وصانا عليها الرسول ووصاتنا عليها أعرافنا وأخلاقنا وقيمنا. زعمة في يوم من الأيام الإنسان كيف يشوف هذه الصور يقول أنا نجم من نوفي حق الوالدين هذوما حقهم بعد ما قاموا به. كل هذه الأسئلة مشاهدينا تجموا تشاركونا أنتم فيها عن طريق التليفون 74-621-607، وتفاعلكم مؤكد كبير، وأيضا أسئلتكم اللي مش تكون في هذا المجال كبيرة. ولكن خلينا منطلقا في بداية حصتنا نراو كيف تعامل الإسلام مع كبار السن، كيف تعامل الإسلام مع الوالدين، مع الوالدين اللي تعبوا وضحاوا وسهروا الليالي، وكيف أولاهم المكانة وأيضا المرتبة اللي هم جديرين بها. أستاذ أحمد، سؤال لابد أن يطرح في البداية، الإسلام كيف تعامل مع هذه الفئة؟ بسم الله والحمد لله وصلاتي وسلامي على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى. الكبر أو الشيخوخة هي مرحلة في حياة الإنسان تكون في نهاية المطاف في آخر مرحلة من عمره. هذه المرحلة هي سنة من سنن الحياة، الإسلام أقرها وذكرها في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية وأحاطها بجملة من مظاهر الرعاية ومن معناها الإجراءات التي تكفل لهذه الفئة من الناس حقوقها.
بدءا القرآن يذكر أن الإنسان خلق ضعيفا وفي نهاية حياته يرجع ضعيفا. هذه سنة الحياة. وهذه سنة الحياة. يقول الله تعالى في سورة الروم: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. معناها بين بهذا التفصيل كيف أن الإنسان في بداية حياته يكون في حال ضعف، استحق لرعاية. الرعاية من يقوم بها؟ الوالدين. الوالدان. نعم. هذا الإنسان الضعيف الذي رعاه والداه، والداه بعد فترة سيصلان إلى سن الشيخوخة والضعف، يجب أن يرد الجميلة، وليس مزية منه أن يرعى الأبوين، أن يرعى كبار السن. النبي صلى الله عليه وسلم اعترضه رجل يطوف حول الكعبة وهو يحمل والدته على ظهره، لأن المرأة عجوز عاجزة يحملها على ظهره ويطوف بها الكعبة، فيسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أديت حقها؟ هل وفيت حقها؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ولا بزفرة. يعني أنت لم تؤدي مما عليك مقابل زفرة من زفرات الطلق عند الولادة. خلي الحمل وخلي التربية وخلي سهر الليالي وخلي التمريض وخلي العناية والنظافة والتربية والتعليم. نعم. هذا الكل معناها من الحسنات التي يقدمها الأبوان ويقدمها من له ذرية ومن يربي الصغار. فعيب أن يهمل الإنسان كبار السن. كبار السن هذوما ينبغي أن يكونوا تيجانا فوق رؤوسنا، يعني هكا تاج راسك ويا ربي كبير. ويا ربي وإن شاء الله وإن شاء الله ونقول إن شاء الله يسامحونا على التعب اللي تعبوه فينا. نعم أستاذ عمر، احنا هذا ديننا الحنيف اللي يوسع الوالدين، وديننا الحنيف اللي أكد على ضرورة التعامل الصحيح مع الوالدين. رضيت الله رضيت الوالدين وين تمشي؟ نعم، بداية نقول تحيتي إلى كل الآباء والأمهات، سلمهم الله من كل الآفات وأجزل لهم المثوبات ورزقهم في الجنة أعلى الدرجات. إن شاء الله يا رب، أمين. الدين الإسلامي حرص وحرض على طاعة الوالدين، حتى أن المولى سبحانه وتعالى قارن بين طاعته وطاعة الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لنا، والوالدان سبب ظاهري في الوجود، لهذا قرن الله سبحانه وتعالى بين طاعته. نعم. وعبادته وطاعة الوالدين. هذه الطاعة تتأكد خاصة عند الكبر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حتى كلمة أف لا، ولا تقل لهما أف، حتى أف ممنوعة. نعم. وهنا نحب نقول كل واحد منا، وأبدأ بنفسي، ليراجع كل واحد منا علاقته بوالديه، ولينظر من خلال هذه الآية الكريمة إلى مرآة عاكسة يرى من خلالها هل هو من الذين يقومون بالواجب نحو الآباء والأمهات. نعم. وهذه نحب نقول هي رسالة إلى شبابنا: هذا هو ديننا الذي أمرنا بأن نطيع الوالدين. وهنا صحبة الوالدين تتأكد حتى ولو كانا كافرين، لا نطيع الوالدين في معصية الله سبحانه وتعالى، ولكن ولو كانا كافرين فالواجب أن نحسن صحبتهما. نعم. هو الحقيقة الصور اللي نشاهدوها في الروبورتاج اللي قمنا بها والعينات هي منقولة من الواقع، هي حكاية، ماهيش حكايات خيالية وافتراضية، هي حكاية موجودة واقعا، ونراو احنا في حياتنا اليومية سواء كان في محيطنا وإلا ما نسمعوه ولا ما نشاهدوه، بعض الحالات اللي المسن عالي مشاكل في علاقته بصغاره، فما يسر أسباب تخلي الإنسان تتوتر علاقته في مع هذه الفئة. ولكن كيف تنشأ مشكلة المسن أستاذ أحمد؟ وشنية الأسباب اللي تخلي التعامل مع المسن فيه بعض المشاكل اليوم؟ هو بر الوالدين الحقيقي يكون عند الكبر، لأن الوالدان عندما يكونان في سن القوة، في سن الكهولة أو في سن الشباب
مازالوا الوالدين صغار. نعم. ولا يحتاجان من الأبناء ربما جهدا أو إنفاقا أو ما شابه ذلك، لكن إذا ما كبر في السن ووصل إلى سن الشيخوخة. نعم. والله تعالى يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. ففي هذا عبرة للناس، اللي يتقدم به العمر هذا ما معنى ومن نعمره. من نعمره يعني من يتقدم به العمر ننكسه في الخلق، يعني يتراجع، القوة تضعف، العضلات وترتخي، البصر يضعف، السمع يضعف، الإدراك والذاكرة تضعف، كل القوة تضعف، ويصبح هذا الإنسان في حالة عجز وشيخوخة. نعم. فهوني ينشأ الواجب اللي على الأولاد، على جيل الشباب وجيل اللي مازالوا يتمتعوا بقوتهم، باش يكونوا في أتم الاستعداد لبر هذين الأبوين، لبر كبار السن. نعم. وإحنا كي نقولوا رعاية كبار السن راهو يجمو يكونوا الوالدين، كيما ينجموا يكونوا الجد والجدة، كيما ينجموا يكونوا من الأقارب أو من الجيران. نعم. اللي ليس لهم معناها راع إلا الله. نعم. فمطلوب من كل إنسان يستطيع أن يقدم شيئا لكبير السن أن يقدمه. كبير السن عندما تضع فيه هذه الحواس وهذه الملكات يصبح بين ظفرين عبئا، أقولها اعتباريا، يعني العبء هو يعني تصبح المسؤولية ثقيلة على الشخص الذي سيرعاه. نعم. وبالتالي لابد أن يتحلى الإنسان بصبر وحلم ورحابة صدر، وأن يستحضر أن هؤلاء كانوا في وقت ما شباب، وكانوا يصولون ويجولون، وكانوا يأتون بالأموال وينفقون، وكانوا يربيوا، وكانوا يعملوا الواجبات الكل. فهما في وقت القوة نستعرف بهم، إذا خلى بهم الدهر وخلات بهم الصحة وخلى بهم العمر نقوموا نهملوهم. هكا كيفاش تنشأ الإشكالية؟ هو أنه يتهيأ أو ربما يستثقل الشباب ويستثقل بعض الأبناء، مش الكل، يستثقلون هذا العبء، هذا الحمل الثقيل. نعم. يولي يزمك تشدوا وتخرجوا وتوصلوا البيت الراحة، ويزم تمدلوا الأكل متاعه وتستحفظ عليه وتنظف له وتدخلوا البيت الاستحمام وتساعدوا على الاستحمام، ومش مزية، وهذه مش مزية. نعم. لكن هذا سينوري يتطلب جهد، هذا الجهد ضعاف النفوس، وخليني أقول مثالش قليلي الأصل اللي الله غالب معناها كلمة يلزمنا نقولها. نعم. اللي أصله كبير ما يفرطش في الناس اللي كبروا على خاطر خلت بهم الدنيا وخلى بهم العمر وخلت بهم الصحة، يلزم يكون في المستوى. واحذر يا أخي المسلم، يا أختي المسلمة، سيؤول حالك يوما ما إلى ما آل إليه هؤلاء إن كان في عمرك بقية. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف، هو حديث غريب لا يرتقي إلى درجة الصحيح، ولكن نسوقه لأن فيه عبرة كبيرة. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. نعم. فالمسألة سلف مردود، اللي تزرع تحصد، ماذا تزرع تحصد. نعم. ما تزرعه اليوم تحصده غدا. نعم. ولذلك فلينظر كل إنسان ماذا يزرع. نعم. هو تغيرات كبيرة معناها نفسية وصحية واجتماعية تطرأ على كبار السن، ولكن كيف نستطيع أن نخفف أستاذ عمر من آثار ما يعانيه الكبار السن من هذه التغيرات النفسية والصحية والاجتماعية؟ هو ربما معناها في نفس الإطار وددت أن أقف عند التغيرات الاجتماعية التي طرأت على مجتمعنا والتي جعلت من كبار السن مشكلة. يعني تقريبا منذ زمن غير بعيد يعني كبار السن لم يكن مشكلة، لو كان نرجع إلى بعيد زمن الاستعمار يعني العائلة كلها تجتمع في مسكن واحد، يعني الأب وأبنائه، لا ترى عبء المسن ظاهرا في الأسرة التونسية إلى عهد قريب.
لكن الاستقلال في السكن. نعم. الأب يسكن وحده والأبناء يسكنون وحدهم، وكبر الأبي جعل من مشكلة المسنين تظهر وتطفو على السطح. هي مشكلة لها ربما أسباب أخلاقية، لها أسباب دينية، ضعف الوازع الديني، لها كذلك ثم نقص في عملية التربية والتحسيس من أن الوالدين لهما قيمة كبرى ويجب أن نهتم بهما. نعم. ومع هذا ثم مشكلة مادية، هو أن المجتمع عندنا الرجل يعمل والمرأة تعمل، ومن الذي سيخصص ما يكفي من الوقت للجلوس مع الآباء والأمهات والاهتمام بهما وخدمتهما؟ هذه مشكلة اليوم مطروحة في مجتمعنا. واليوم نقول كما فكر التشريع التونسي اليوم في تمكين المرأة من ثلثي الأجر إذا كان لها رضيع تقوم على خدمته، لما لا نمكن الرجل وإلا المرأة إذا كانت تقوم على مسنن من نفس هذه الامتيازات خدمة للمسنين ورأفة بهم؟ نعم. يعني اليوم نطلب حتى من التشريع متاعنا باش يتدخل. نرجع إلى مسألة المسن. المسنين هنا ثم نوعين، ثم مسن اللي هو يعيش في غربة عن أهله وعن عياله، يعني هنا ثم نقائص على مستوى العناية المادية والعناية المعنوية والنفسية، وثم مسنين يشعرون بالعناية المادية، الأكل والشرب واللباس موجود، ولكن هو في حاجة إلى أنس، في حاجة إلى من يؤانسه، يعيش بين أبنائه. معنى المشكلة ماشي مشكلته فلوس ونجيب لك القضية متاعك ونجيب لك حاجياتك المادية، أكبر من هكا المسألة. نعم نعم. معنى الكلمة الطيبة، المسن في حاجة، الإحساس بأنه فما شكون يرعاك، الإحساس فما شكون إلى جانبك يحب يقف معاك ويساندك في غصرتك ويساندك أيضا في محنتك، فهذا ضروري ومهم. هو في حاجة إلى الجانب المادي. نعم. كما قال سي أحمد هنا، في حاجة إلى التمريض، في حاجة إلى المساعدة، في حاجة إلى من يقوم بتوفير المستلزمات المادية على مستوى الأكل والشرب وعلى مستوى اللباس والدواء وغير ذلك، وهو أيضا في حاجة إلى أنس. اليوم ربما الكثير من المسنين يقول لك أنا عايش بين أبنائي ولكنني أحس بغربة، لا أجد مع من أتكلم، لا أجد مع من أتواصل، لا أجد مع من أتبادل معناها وجهات النظر، أو ربما أخذ وأعطي معهم في النقاش في مسألة ما. لهذا أقول حاجة المسنين هي حاجة مادية، وهي أيضا حاجة روحية نفسية تتأكد، وعلى كل واحد منا أن يراجع من خلال ربما هذه الرسائل المباشرة أن يراجع علاقته بالوالدين. ما شنو اللي ربما يخلي مشاهدينا الأعزاء أحيانا بعض الصغار بعض الأبناء يتخليوا على أباهم وهما في أمس الحاجة اليوم؟ سؤال اسألناه عليكم انتوما وحبينا تكون الإجابة منكم انتوما في هذا البرنامج التفاعلي اللي اليوم يخصص حلقته من زدني علما إلى رعاية المسنين. هذا السؤال طرحناه عليكم وهذه الإجابة. شنو تنجم تقول اللي يتخلى على والديه وقت اللي يكونوا في حاجة ليه ويوصل هو يخليهم ولا يرميهم في مأوى العجز؟ ما يصيرش بكل، هذه حاجة بالمستحيل، هذا به الإنسان ما يعملهاش بالكل، زادا ما هيش في ديننا، ما هيش في أخلاقنا، ما هيش في تربيتنا، ما هيش ما يزناش نفكروا فيها بالكلها بالكل بالكل زادا. ربي يهدي، هيكش باش نقول ربي يهدي ويعرف والدي قيمة الوالدين، لازم يعرفها كبير وصغير، لازم يعرف قيمة الوالدين. ربي يهديهم إن شاء الله، ندعو لهم بالهدايا الناس الكل، واللي يقولوا ماما مثل صفاقسي، بما اني صفاقسيه اش تعمل يا خصيب بتصيب تلقى المرق قدام، مش تعمل لبوك امك اكيد صغارك مش يعملوا لك، ان شاء الله ربي يهدي الجميع. ربي يهديهم، كل واحد شي نجم يقول لهم، يعني خاطر الوالدين ما يتعوضوش في الدنيا هذه، كل شيء يتعوض الا الوالدين. سامحني انا نعتبر ماهوش انسان، ما عندوش الانسانيه جمله في حياته، ما يصيرش هذايا. واحد يقرا حساب غدوه كيما كما هو معناها يرمي والدي كما بشي يصير عليه القدام، معناها واحد ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، أو كي يحاول كيفاش يحسن ليهم وقت اللي تواتي بشي يفرحهم، علاش ليه بش هو يلقاه القدام إن شاء الله. يستنى باش ولاده يرميه فيما هو عجز نهار آخر، اللي مش تعمل والديك مش تلقاه على خاطر، أنت تعمل الباهي وشوف تلقاه شيء. الله يهديه قبل كل شيء، ومن بون هي تصير الحالات هذه، بلا ما نتخيلش فما تونسي نجم عربي بصفه عامه ينجم قلبه يخليه يتخلى على والدي. لا انا ضد الفكره هذه، خاصه مع الوالدين، فهمتني، ما يلزمهمش يتجازاو بالحاجه هذه، فهمت، خاطر الواحد والديه صعيب باش يعوضهم وباش يرميهم في مواجهه، انا ضدها برشا. بالنسبه لي انا عمره ما كان انسان، هذا
والله نقول له بون مش يجيك نهار مش تولي كيف يمكن حد يكون في مأوى الحجز يعني فهمت كيفاش يعني متعرض لنفس الخطر اللي عملته مع والديك متعرض ليه نهار من الايام مش توصل في حاله اللي وصلها والديك. فهم شي حلول باش ترجع القيم اللي تصون الكبار وتراهم في الكبر نتاعهم؟ والله القيم شوف كان نرجع نشدوا في ديننا القيم موجوده كلها موجوده معناتها في ديننا نقتدوا به معناتها نوصلوا للحلول ما غير لا نرموا ما عجز لا غير لا نتعاملوا مع والدينا معناتها نرميهم في كبرهم وقت هما في حاجه لينا فهمتني الواحد والديه راهي كلمه كبيره برشا. التربيه زاد عندها دخل راهو من الصغرى راهو انت واش تربي تلقى راهو الصغير ورقه بيضه معناها الانسان يلزمو علاش ربيته اللي عملت لوالديك راهو الصغير مش يعملو يا راك كيفاش تتعامل اللي يعمل ما فيش هذية انت وربيتك مع صغيرك كسسوا طفلك كسسوا طفل راه قيم الانسانيه لازم تكون موجوده في الانسان الانسان على ما تربى يعني شنو هما ربيوه شنو الاسس اللي ربيوه عليها بالاسس هذيك هو مش ينجم كل كسوا دموازيل ولا انا مش ينجم على الاسس هذيك مش يبني عائله يعملوا برامج باش شي وعيهم شويه ما يرجع كان الدين ترجع كان ربي راهو اللي يرجع لربي ويرجع لدينه هو اللي يعرف قيمة الوالدين فهمت خاطر كل شيء مربوط بالدين هو إذا بينا نرجعوا خاصة في الإعلام وكل شيء يحكيوا برشا وفي المكتب زادة خاصة في المكتب يعني لازمنا نعملوا مادة خاصة بالوالدين نرجعوا للأخلاق فهمت نرجعوا للعادات القيم الاجتماعية متاعنا. المشاهد الكريم قال لازم مادة خاصة تتقرى في المدارس في المعاهد على الوالدين الحقيقة الوالدين يسحقوا أكثر حتى من أنه تكون مادة تدرس ما هيش مسألة معلومات تدرس وتلقن فقط وإنما هي معاملة وهي إيمان بأهمية الوالدين وبأهمية رعاية المسنين صحيح في القاع توا احنا دور لرعاية المسنين في تونس وقائمين بمجهود كبير وقائمين أيضا برعاية طيبة للمسنين صحيح أيضا فما احتفالات وكذلك فما مواعيد للاحتفال بكبار السن نحن في بداية أكتوبر من كل سنة الاحتفال باليوم العالمي لرعاية المسنين ولكن كل هذه المواعيد وكل هذه المواد وكل هذه المعطيات مش ممكن أبدا تكون كلام مجرد كلام ومجرد شعارات وإنما لابد أن نتجاوزها إلى الفعل والمعاملة وهك علاش لازمنا نسأل أستاذ أحمد عن الأساليب اللي تخلينا نتعامل تعامل حقيقي وصحيح مع المسنين شنو هي الأساليب هذه اللي رسخها ديننا ورسخها تعاملنا مع هذه الفئة؟ نعم هي أساليب متعددة وفي مستويات كثيرة نعم. وسأنطلق من حيث انتهى الأستاذ عمر عندما قال هناك رعاية مادية وهناك رعاية روحية أو نعم. معنوية ومن هذه الرعاية المعنوية أن لا يظهر الإنسان ضجرا أو مللا أو يحسس هؤلاء الكبار في السن بأنهم عبء معناها من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من إجلال الله تعالى من إجلال الله تعالى إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم يعني هكا اللي يوصل من إجلال الله تعالى إن من إجلال الله تعالى فأنت عندما تكرم الشيخ فإنما تجل ربك فأنت تجل ربك لأن نعم. ربك أوصاك بذلك ربي في القرآن معنى ذكر قضية المسنين والوالدين نعم. في أكثر من آية وفي أكثر صحيح. من سورة صحيح. وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة صحيح ولا تقل لهما أف معناها مجرد التأفف هذا يعتبر عقوقا ويعتبر إنكارا للجميل يا لطيف لأنه ما يليقش عقوق الوالدين ويا لطيف من عقوبة عقوق الوالدين عقوق الوالدين هي من أكبر الكبائر نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة يقول ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين يا لطيف الثانية نعم. هي عقوق الوالدين نعم. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت إذن حتى في تعاملنا اليوم يا أستاذ أحمد نقوله للشخص اللي يقبل على حاجة ولا يقدم على حاجة ولا يحب يبني مشروع ولا يحب نقوله رضيت الله ورضيت والديك حاول أن تكون والديك راضين عليك وبإذن الله راه ربي يرضى عليك لأنه معناها مسألة هذه ثقافة رضا الوالدين والحرص عليها
إنما هي تعطي المجتمع ذلك الطابع الإنساني. نعم. رك إنسان، رك بشر، إذا كانت هو حيوان وصاك ديننا باش تعطف عليه وترفق به وما تعذبوش، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما بالكم إذا أهملت كبيرا في السن، إنسان بشر، فما بالكم إذا كان هذا الإنسان أنت من صلبه. نعم. وهو الذي كبرك، وهو الذي كما نقوله أنا باللغة الدارجة هو اللي كبرك. نعم. هو اللي يردك معناها. طبعا الأمر لله من قبل ومن بعد، لكن نعم. الله سبحانه وتعالى سخره فكان هو الوسيلة. نعم. التي جعلتك تدرس وتنجح وتصل إلى هكا. علاش يلزمهم أساليب أساليب خاصة اللي تخلينا نرعاهم ونتعامل. نعم. معهم. فقضية الإحساس بالغربة هذه مهمة جدا اللي ذكرها الأستاذ عمر. نعم. يعني جميل جدا الاغتراب النفسي. نعم. نعم. جميل جدا أن يواظب الإنسان الشاب اللي في مقتبل العمر يعني في كل صباح وفي كل مساء يلقي تحية الصباح وتحية المساء، لكن بين هذا وذاك هناك معناها مجهود يمكن أن يبذله بالإضافة إلى الإطعام والكساء ووسائل النظافة، الكلمة الطيبة، المؤانسة. نعم. الأخذ بالخاطر. نعم. وقت راهو إكرام المسنين وإكرام الوالدين يستمر حتى بعد موتهما، وصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال له يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال نعم، الاستغفار لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما، يعني هيك الأشياء التي تسر الأبوين وكبار السن في حياتهم واصل عملها حتى بعد مماتهم، لأن هذاك روحهم ربما تستشعر هكا العمل الحسن وسينالك أجر كبير من جراء ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. ومعنى هذا كلام مهم جدا نقولوه، لأنه فعلا مرجعيتنا الدينية تستند إلى ذلك، وكما قال الأستاذ أحمد الأستاذ عمر الإنسان اللي يحب يجلب الرحمة لوالديه فحياتهم وحتى أيضا ما بعد مماتهم الله يرحمهم، معناها تجيب لهم دعوة الخير ليهم ورحمتهم توصلهم هما في دار الخلد إن شاء الله. نعم. وهنا ربما في الإطار هذايا يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، بحيث الولد الصالح هو تركة تجلب للوالدين الدعاء وتجلب للوالدين الرحمة والأجر. لكن خليني في هالبرنامج الشيق هذايا نقول لهم هنيئا لكم أيها المسنون، بارك الله فيكم، قمت بالرسالة، أديتم الأمانة، ربي يبارك في صحتكم، ربي يبارك في إيمانكم، ربي يبارك في أعماركم. على كل حال كبرتوا أجيال وخدمتوا وعطيتوا ما يمكن أن تعطوه لهذا الوطن ولهذا الدين ولهذه الأجيال. على كل حال أنتم سندنا، لأنه عندكم تجربة والحمد لله، نعود إليكم لنستقي من تجاربكم، لنأخذ من آرائكم، من حكمكم، من حكمتكم، بارك الله فيكم ودمتم سندا إن شاء الله. ونحب نقول هنا كيف زاد هنيئا لكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فإن شاء الله بكنا نشيبوا، أنتم السابقون ونحن اللاحقون في هذه الحياة الفانية، وإن شاء الله إحنا ربي سبحانه وتعالى يعطينا القدرة ويطول في أعمارنا باش نأديه الرسالة كما أديتوها ونقوم بالواجبات اللي قمتوا أنتم بها، وكما قال سي أحمد أنتم تاج فوق رؤوسنا، لا نقلق ولا نضجر منكم أبدا، بالعكس أنتم قدوتنا وأنتم أيمتنا في هذه الحياة، نأخذ منكم ونتفاعل معكم. وهنا نحب نقول للإسلام راه يؤكد على التواصل بين الأجيال. نعم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، ثم تواصل ما بين الآباء والأبناء والأحفاد. وهنا ثم في القرآن الكريم بعض الأدعية الممتازة. نعم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، بحيث هنا دعاء لنفسه لوالديه لأبنائه، ما أجمل هذا الدعاء. نعم. وما أجمل هذا الدين، وما أجمل هذا القرآن. نعم. وما أجمل هذا المجتمع الإسلامي. فعلا. حويجة أخرى حاب نوصي بها كان سامحني سي أحمد السنوري، تفضل. هي في مستوى العلاقة بالوالدين،
هنا ربما نكونوا 4 أبناء أو 5 أبناء، نقول كل أسبوع كل ابن من الأبناء يحمل والديه إلى بيته. هنا ربما جلوسي مع بعض المسنين يقول لك بقائي في بيتي أفضل، وأبنائي نقعد في داري ونحب أبنائي يجيوا بحذايا لداري، ما نحبش نتحول من مكان إلى مكان، متعود بفراشي، متعود بأدوات الأكل متاعي، متعود بالمنزل متاعي، حتى بالهواء اللي فيه. فما عامل نفسي معنا فما عامل نفسي نعم. والمسن يحب الاستقرار ويحب يبعد على ضجيج ويبعد على التلفاز ويبعد على كل هالتعقيدات في الحياة. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية، إذا كان نعمله بالتقسيم هذايا كل أسبوع الابن الأول يخو الوالدين، أو ربما الابن الأول يخو الأب والابن الثاني يخو الأم، يعني كأنهما حكما عليه بالطلاق والفراق وهما على قيد الحياة. مش معقول هما في آخر حياتهم قاعدين متونسين وقاعدين متقاربين، وإحنا نجي ونقسم ونقولوا لا، الابن الأول يخو الأب ويأخو الأب يهزو والثاني يأخو الأم. لا يا سيدي، نخليهم مع بعضهم. قسمة الحكاية ذي لا، بالعكس يلزمنا أن نحاول وأن نقربوا بيناتهم إذا كان ثم مشاكل أصلا. وأنا ربما نحب نفتح قوسين، علاش لا ما نقولوش للمسنين حتى في مأوى العجز، إذا كان ثم إنسان معناها موجود في مأوى العجز وثم كيف كيف معناها ثم امرأة عاجزة ولكن ثم ربما حد أدنى من الصحة البدنية، علاش ما نزوجهمش؟ يشعروا معنا بالحنان وبالألفة وبالمودة والقرب والاستقرار، لما لا نعطيهم فرصة في حياة جديدة. تدعو إلى تزويج كبار السن أنت يا سي عمر. أنا أحب نقول الحياة غاية النفسية، الحياة راهي رسالة. نعم. والرسالة هذه لا تنتهي إلا بالموت. نعم. وهنا نعم. المسن راهو من حقه باش يجدد حياته. اليوم أخي النوري، اليوم والحمد لله عندنا طب الشيخوخة. نعم. ما كانش قبل طب الشيخوخة، اليوم موجود. علاش؟ هذا من باب إكرام المسنين. نحب نرجع لكلمتك سامحني، هي أنه راهو المسن وإن كان عنده يوم وطني أو ربما عيد وطني، ولكن وعالمي. المسن حاضر معنا في كل لحظة، في كل دقيقة، في كل ساعة، في كل يوم. هذا ما علمنا إياه الدين الإسلامي. نحب نقول حويجة، نرجع لمسألة قسمة الوالدين. أنت تأخذ جمعة وبعد الجمعة هذه كان لي أنا، تلقى البو مسكين محرج. سبت عشية هز معنا عبى معنا الحقيبة متاعه ويستنى معنا في البيت ولده الآخر حتى يجي، ولده الآخر وخر ما جيش، تأخر عنه قليلا فيحس بالحرج مع ابنه الأول، وربما عنده التزامات ابنه هذاك في الخروج ولا في الدخول ولا غيره. هذا علاش نقوله بقاء الأبي في بيته أولى ومجيء الأبناء إليه أو إليهما أولى. وشيء ثاني، لنجمع بين الأب والأم ولا نفرق بينهما. نواصل معكم مشاهدين الأعزاء مع مكالمات هاتفية اللي عددها وافر اليوم في زدني علما. نحاول ناخذ قدر المستطاع أكبر عدد ممكن منها عن طريق الرقم 74-621-607. يخليكم مباشرة معنا في موضوع رعاية المسنين. وأول مشاركة معنا اليوم من الحبيب مشارك من صفاقس. أهلا وسهلا بك سي الحبيب. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سعيد في موضوع كما ذاية الموضوع بيسر الأستاذ الجلال معنا أتوا على عديد النقاط، خاصة الجانب المعنى الروحي والديني. أيوة مرحبا بك. الموضوع اللي هو نعرفه احنا الإكرام الوالدين معنا قرن الله معنا بالعبادة نتاعو في عدة مواضع في القرآن وحتى في الآثار النبوية. حبيت أنا والله تم اقتراحات أتوا عليها السادة الجلال، ما حبيت نذكر أنه الموضوع يهم عدة مستويات. نعم. هو باش نحدوا من الآثار هذه ومن المشاكل اللي قاعدة تنخر في المجتمع متاعنا، يلزم مشروع متكامل يمس عدة جوانب، منها الثقافي ومنها التربوي ومنها حتى مشكل توقيت العمل والتوقيت الدراسي اللي أثر علينا تأثير كبير. احنا نسمع في الخارج خاصة في فرنسا نقولوا مترو بولو دودو، العباد ما عادش تخمم، ما عادش تفكر، ما عادش تلقى الوقت حتى باش تطالع تثقف التوعية، وهذا إشكال كبير خاصة في المدن الكبرى. صحيح. احنا مش من يترو بولو دودو، احنا مترو وكار ومشاكل في السيركولاجيون وحتى الكار ما فماش وتوخر عليك الدار ما لقاوش حتى الوقت معناها باش نقتصروا، لا الراجل المرأة ولا الوالدين مع الأبناء، بحيث دخلنا في هيك المسق هذاك اليومي في الحياة
اللي خلانا معاش نخموا معاش نفكر بالكل، وهذاك اللي خلانا معاش حتى نخموا حتى في والدينا وفي معنا لا قيم ولا تثقيف ولا حتى من الشيخين حتى الوقت باش نطالعوا معنا مش حتى القرآن. نعم سلحني بذن مسؤولية من هذه الحكاية معناها يلزم نلقاو حلول. نعم. وانا الحل اللي اقترحته عدة سنين اللي هو منهم أتى واحد من الأساتذة على خلاص المرأة الحامل أو المرأة حتى اللي ولدت معناها صغيرها. نعم. بثلثي الأجر معناها تبقى في الدار. هذاك اقتراح مني، اقترحت أكثر من هكاك، أنا قلت تأخذ الأجر كامل وتقعد في الدار تذهب بالصغار، خاطر هذوكم الأجيال اللي باش نعملوا عليهم من بعد وباش نحدوا من المشاكل. لا قدر الله إذا كان الولد ما ترباش معناها روحيا ومعناها وأكل حنان، ما خداش زرعة من الحنان مع أمه وكل شيء، معناها باش يولينا إشكالية في المجتمع، وباش معناها باش يأثر تأثير سلبي كبير ياسر المجتمع من كل نواحي. يعطيك صحة يا سي حبيب. تولي معناها أمن بزايد وكذا، ونعرفوا المشاكل شنو هي معناها مخص الشباب اللي توا في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة معناها نعاني منه معناها في المجتمعات. وصلت الفكرة متاعك سي الحبيب، نحب نحييك. شكرا. معناها موضوع شيق ويلزم. يعيشك. مش كان أنتم بارك الله فيكم قناة القلم قاعدة بصراحة برامجها معناها تعمل كيف معناها رغم الحداثة متاع القناة معناها. شكرا يعطيك الصحة وبارك الله فيك. أنا نسمع فيك وشكرا على تواصلكم معنا. مع التحية سي الحبيب. ونوعيه معناها الشعب نتاعنا بالمواضيع ذات الأهمية هذه. عوض معناها ثم برامج معناها بصراحة ما فيها حتى فايدة نشوف فيها، وخاصة برامج سياسية فيها عرق معناها كل ليلة نسمع كان في العرق معناها ونفس الكلام ونفس الإمام فورمول، فمن ماذا بينا نحدوا منها ونتلهاو بالمواضيع هذه الحساسة. نعم. واللي عندها قيمتها على مجتمعنا وعلى الأمة الإسلامية. بارك الله فيك سي الحبيب، مع التحية والتقديس. سي أحمد اللي كان يقول فيه سي الحبيب على غاية كبيرة من الأهمية، باعتبار أنه الاهتمام بالمسن هي ثقافة كاملة، هي تربية كاملة، معناها صغيرك على ما تسنسو. أكيد أكيد، هو الصغير في سن الطفولة الأولى. نعم. يلاحظ ويراقب، يراقب ماذا يفعل أبواه، كيف تتصرف أمه مع حماتها ومع حميها، كيف يتصرف أبوه مع والديه، وعنده جهاز التقاط الصغير قوي جدا، جهاز التقاط وتخزين، ويستبطن الأشياء هذه. فكما سيرى أبويه، كما سيرى أبويه يعاملان الكبار، سيكون هو كذلك في المستقبل. وكما قلنا هو سلف مردود، حري بكل أسرة أن تزرع في الصغار ثقافة احترام الكبير، ثقافة احترام الكبير في التخاطب معه، في العناية به، في الأخذ بخاطره، في الحياة، والحياة خلق. صحيح. الحياة خير كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم. بس نوقروا الكبير، احنا سي احمد نوقروه الكبير، نحشموا ساعات من الكبير ونقدروه حتى اذا كان هو غلط، نعتبروه سيدي غلط، نوقروا الكبير ونحترمه ونقدروا، نقول قال لي كلمة انتهى، عيط عليا انتهى، معنا هذا تربينا عليه احنا. هو الخير قائم في أمة محمد الحمد الى لله. قيام الساعة. نعم. ان شاء الله. لكن يبدو ان ظواهر العقوق وظواهر عدم الاحترام وقلة الحياة يعني تفشت لأسباب ثقافية واجتماعية. والأخ كان يتحدث بفكر متميز نشكره على ذلك، معنا فكر راقي السيد اللي كان يحكي معنا، وقال حاجات مهمة جدا، يعني طحونة الحياة العصرية ونسق الحياة وأنواع الثقافة اللي يتعاطاها الشباب الصغار، سواء عن طريق المواقع الاجتماعية اللي شغلت الناس بكثافة وبمعنى أخذت من وقتهم الشيء الكثير، ما يبث في وسائل الإعلام، معناها كل هذه الأشياء تتضافر وتتعاون باش تفرز نوع من الثقافة بدلت حال الناس نحو عدم المبالاة بالكبار وعدم الاعتناء بهم.
بينما واحد من بكري كان يقول كل شيء مرتبط بالدين. عجبتني الكلمة هذه خليتها منه باش نقول ايش معنى كل شيء مرتبط بالدين. نعم. يعني إذا كان الإنسان تربى تربية أصيلة تربية إسلامية قرأ القرآن واطلع على أحاديث نبوية وتعلم الخلق الإسلامي الرفيع، نعم، الأكيد أنه في جميع مجالات حياته سيكون إنسانا مستقيما وإنسانا صالحا. نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا في هذا المجال يقول رغم أنفه ورغم يعني دس في التراب، والرغام هو التراب الأرض، يعني الأنف متاعه يهبط في الأرض. شبيه هذا اللي رغم أنفه؟ قال من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر ولم يدخل فيهما الجنة. يعني إذا ما يوصلش يدخل الجنة بسبب أبويه من جراء برهما فخشموا في التراب، معناه ما عندوش قيمة الإنسان هذا. شوف قديش ركز الدين على الجانب هذا، كيفاش كان معناها النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للمسلمين، كيفاش الصحابة كانوا. نقرأوا تاريخنا الإسلامي، نقرأوا قرآننا، نقرأوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهم خاصة ونعمل بهم هذا هو الأصل. نعم. ونعمل بهم نعم. ونربيوا صغيراتنا في المنهج هذا. وش توا تربية في بعض معناها مؤسسات وفي بعض جوانب تهتم بأشياء أخرى بعيدة كل البعد عن نعم. هذا النسق. نعم. صحيح نتفتحوا على العصر. نعم. ونشوفوا ثقافات الشعوب الأخرى وهذا كله جميل، لكن أصلنا وهويتنا وهكا هو جذع اللي نتمسكوا به أكثر. أصلنا المفيد، أصلنا اللي الحقيقة. نعم. يدرسوه المفروض، مش احنا ناخذوه من الآخرين. نعم. يلزم برامجنا التربوية. نعم. نرصعها ونؤثثها بهذه القيم الإسلامية الحنيفة. نعم. لأن دين الله كله خير، لأنه جاء لإسعاد الناس، لإسعاد البشرية. نعم. يحبنا ربي في هالحياة خلفاء لله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، نخلف الله في أننا نحقق مراده في هذا الكون، فهذا هو المطلوب منا. نعم. نواصل مع المكالمات التي فيها. أهلا وسهلا بها حنان زيان. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. عسلامة حنان. فريق وفي أحمد وفي عمر. شكرا. بدكم صح على الموضوع. بارك الله فيك. حنان، كيف نتعامل مع الوالدين خاصة في مرحلة الكبر حسب رأيك أنت؟ تعاملهم حسنة، منهم بالحسنة وبالكلام الصحيح ومنهم أنا عندي جدتي كده في عملها حاجة الحمد لله. شكرا لك يا حنان، مع التحية والتقدير. حنان قالت حتى دعوة الخير يا أستاذ عمر هذيك هي بالدنيا الإنسان يشريها من الوالدين. ما علاش احنا نلقاو الآن أستاذ عمر في المحاكم ساعات نلقاو الوالدين مع أبنائهم، ساعات نلقاو الرزق والمادة والورثة وهذه الحاجات اللي ربما تعتبر من الزوائل هذه، نلقاو تجم تأثر في النفوس وخاصة في علاقاتنا مع الوالدين. هذا كما قلنا الساعة، لأنه ثم تحول في مجتمعنا، تحول نحو المادة ونحو الكسب، والتحول هذا كان تحول رهيب، لأنه المفروض وأن العلاقة بالوالدين علاقة لا تتأثر بمال ولا تتأثر بكسب. بعض الناس ما يوصلش حتى المحاكم، بعض الناس يجي لبعض الناس يقول له راهو والدي معناها أعطانا وهو حي ولكنه لم يعطيني حقي. يعني هل تحدث الناس بوالدك؟ يعني والدك أقرب الناس إليك، من المفروض أنك ربما تخاطب والدك وتصارحه وتقول له معناها ربما أجد في نفسي معناها شيئا من الانقباض، وراه لم تكن عادلا معي معناها أو عادلا بيني وبين أخوتي في القسمة. هذه ظاهرة نراها، ثم ظاهرة ثانية ظاهرة العقوق، وربما معناها السادة القضاة معناها عندهم عدد لا بأس به من قضايا عقوق الوالدين، ثم كيف قضايا في امتناع الأبناء عن النفقة على الآباء والأمهات. هذه كيف ظاهرة خطيرة، والظاهرة هذه أنا أقول لا تحل بالمحاكم وإنما تحل بالنصيحة. هذا علاش المسؤولية، نقول مسؤولية الأهل
والأقارب والأعمام والأخوال والجيران بكلهم يزموا يتشاركوا في النصيحة. نصيحة الزوجة الصالحة لزوجها لما تنصح زوجها وتوصيه بأنه القفة لأخوها الليلة هي ولصغارها كيف هي يأخو الوالديه، والغلال والثمار اللي يجلبهم لزوجته ولصغاره ما فيها باس ولو كان الوالدين على درجة كبرى من الثراء والغناء، وأنه يذوق والديه ويهزلهم القفة هذيك هي نفسها أو كيفها اللي جابها معناها لصغاره. معناها ماهيش مشكلة كما قلنا فلوس ومادية، هي مشكلة تربية، ماهيش مشكلة تربية، هي مشكلة معاملة، هي مشكلة فهم.